هنشرح حتة التورته. احنا النهارده هنشرح معانا عده التورته اللي نازله الاسبوع ده. العلبه دي بالفعل الحاجه الوحيده اللي الصور ظلمتها، لانها هي بالفعل حقيقه شيك جدا 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 وحجمها رائع. العلبه دي القاعده بتاعتها هنيجي نشرح جزء جزء. القاعده بتاعتها زي ما احنا شايفينها كده ليها حواف، فده بيساعد ان احنا لو حاطين اي حاجه فيها بتنزل صوص، يعني حط مثلا كيك وعليه صوص، حط اي مثلا العرق بتاعي وحط عليه صوص، ما تخافيش ان هو ممكن يبهدل الدنيا لان ليها حواف. العلبه دي ممكن مش نستخدمها بس في الطرق والجاتوهات والحلويات، لا احنا ممكن نستخدمها كمان في العزومات. ممكن احط فيها العرق اللحمه البارده بتاعتي، ممكن احط فيها محاشي، ممكن اقطع فيها الرقاق بتاعي، ممكن احط فيها القطع المكرونه بالبشاميل. بجد حلويات وخضار، يعني حلويات وحوادث تحفه. شكلها شيك لو انا خدتها معايا ورايح ازور حد واخده فيها حلويات، او واخده فيها مثلا اكل مثلا لقرايبي. سهله في شيلها وحجمها، وكمان هتاخد كميه كويسه وهتبقى داخله عليهم دخله كويسه. لان بصوا لما بنيجي نقفلها وبتتقفل بكل سهوله وتيجي تشيليها زي الشنطه، فدي بتديكي سهوله في حملها وكمان بتاخد كميه كويسه. ممكن كمان اخدها معايا في النادي احط فيها مثلا ساندوتشات او كيك او حلقة او فاكهه تملاها واروح مغطيها بكل سهوله، وممكن اديها لابني او بنتي يشيلها بدون ما ابقى شايله هم الحاجه ممكن تقع منه او يحصل اي حاجه. فيها الجنب التاني، الجنب المسطح ده ممكن استخدمه للحلويات برضو، ممكن استخدمها للجبن على فكره. ممكن دي احط فيها جبن في التلاجه برضو، مش هتقول لا، زيها زي علبه الجبنه. وهتاخد كميات كبيره معايا، يعني اعتقد ما تاخدش اقل من 2 كيلو. اصناف جبن شيدر، فلامانك، لحوم بارده، باسترما، لانشون، الحاجات دي هتاخد معايا كميات كويسه. واسحب منها واغطيها، وهي تعتبر زي علبه مغلقه، يعني علبه محكمه. هي محكمه الغلق بس مش للسوائل، يعني هي علبه محكمه الغلق بس مش نحط فيها سوائل، تمام؟ ف زي ما انتم شايفين العلبه رائعه فعلا، شيك جدا. انا بصراحه برشح كمان ان انتم تطلبوها هدايا لعيد الام. عيد الام ممكن تجيبوا من دلوقتي، الاسعار زي ما انتم شايفين في ازدياد، فلما اجيبها دلوقتي بسعر دلوقتي ممكن تلاقيها على عيد الام تلاقي الاسعار بقت مختلفه تماما واسعار غيرت كمان. وانا شايفاه ان هي قيمه وشيك، لو هدخل بيها لاي حد في عزومه، او هدخل بيها لاي حد هديه لعروسه مثلا بتتجوز، يعني كهديه شكلها شيك جدا. فاتمنى ان انتوا تجربوها وتطلبوها باذن الله الاسبوع ده، لان اعتقد ان هي ممكن ما تطولش معانا اكتر من كده لان العدد منها قليل. فاتمنى تجربوها باذن الله، والسلام عليكم.